فتح البرازيلي ويلياني نجم فريق تشيلسي الإنجليزي الباب أمام إمكانية الانتقال لأحد قطبي الليجا برشلونة أو ريال مدريد. وقال اللاعب البرازيلي في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ستار البريطانية: برشلونة وريال مدريد من أكبر أندية العالم والجميع يحلم باللعب لهما. وأضاف: بالفعل هناك أندية أخرى كبيرة مثل بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ولكن برشلونة وريال مدريد أندية مختلفة. ويليان صاحب 92 عاما والذي يجيد اللعب في مركز الجناح انضم للبلوز في عام 2013 قادما من أورنجي ماخشكالا الروسي، ولم يشارك هذا الموسم سوى في 13 مباراة من بين 27 بمنافسات البريمير ليج رفقة تشيلسي تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي. وسيلتقي البلوز مع برشلونة يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات الذهاب لدور 16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب ستامفورد بريدج معقل النادي اللندني.